عايز تعرف انا ازاي كسبت $5 في يوم واحد من موقع كوت ايرن؟ تابع معايا الفيديو الاخر، بس اول حاجة نشوف ازاي تدفع. هنعمل ريفريش اهو للصفحة، تمام. ادي اثبات دفع الموقع كوت ايرن، اثبات دفع ب$5 وصلني $4.5 تقريبا. ادي اثبات دفع عشان يكون شرح مصداقيه 100%، تمام. خلينا خلاص كده خلصنا من اثبات دفع وخلصنا من الموقع، خلينا نخش على طول على شرح النهارده. خليكم معايا. السلام عليكم، معاكم مصطفى من قناه مستر بومتك. موقع كات ايرن، الموقع ده متميز جدا جدا جدا. الموقع ده متميز في حاجه جميله جدا هنستخدمها النهارده، وهي دي اللي خلتني اقدر احقق $5 في يوم واحد من الموقع كات ايرن، تمام. الميزه هي ايه؟ هي تكرار الاي بي. الميزه هي تكرار الاي بي، ان هو بيقدر يخليك تستخدم 3 اي بي في مره واحده. هو ده اللي هيخليك تقدر تستخدم موقع كوت ايرن، تمام. 3 اي بي يعني نفس الاي بي تستخدمه 3 مرات ويديك 2 سي بي ام كامل وواحد نص سي بي ام. ده ممتاز جدا في مواقع كوت ايرن، وده يعتبر اعلى حاجه في مواقع اختصار رابط المشهوره كلها، تمام. موقع لينكاوي هو واحد بس، وموقع كوت سي ار ال هو واحد، موقع كوت سي ار ال هو 2، وموقع جيت سي ار ال هو 2، اما الموقع ده هو 3، تمام. وهو كده بيعتبر هو افضل موقع في تكرار الاي بي، وهي دي الميزه الكبيره في الموقع. لو نخش على البي اوت ريتس، ان شاء الله هقول لك على الاستراتيجيه ازاي تكسب من الموقع ده، هي الاستراتيجيه النشر، تمام، اللي كنا شرحناها قبل كده، ولكن هنشوف ازاي ممكن نكسب من الموقع ده. تمام، هنشوف كده البي اوت ريتس. عندك هنا اعلى حاجه $7، واقل حاجه هي $2.80، ده ممتاز جدا جدا جدا. عندك في الدول العربيه بيبدا من $3 وبينتهي عند $5 في الدول العربيه، وده ممتاز جدا برضو، تمام. عندك ايجيبت $3، هو ده اكتر حاجه بتهمنا هي مصر. بسبب ايه يا شباب؟ بسبب ان مصر هي اكبر او من اكبر الدول في العالم العربي. فانت لو عندك قناه على اليوتيوب او عندك موقع، اعرف ان 90% من اللي بيخش لك هم مصريين، فلما يكون السي بي ام بتاع مصر عالي هيبقى السي بي ام الكلي بتاعك عالي، تمام. وبرده اللي هيهمنا في استراتيجيه النهارده عند الموقع ده هو السي بي ام الكلي، تمام. اللي هيهمنا السي بي ام الكلي، واعتمدنا على المصريين هيبقى تقريبا هو 85% من الشرح. طيب خلينا نكمل مع بعض. كده احنا شفنا البي اوت ريتس بتاعهم كويس جدا جدا. عندك السعوديه 3 والمغرب $3 ومصر 3 والجزائر 3، هم اكتر 4 دول بيجي لك منهم متابعين في الوطن العربي. طيب حلو جدا، خلينا كده نكمل مع بعض. نخش على كريت اكونت عشان نعمل اكونت في الموقع ده. هتكتب هنا اليوزر نيم، وهنا الايميل، وهنا الباسورد، وهنا تعيد الباسورد، تقول له سبميت، وكده هيتم معاك التسجيل 100%. هنا هقول له ان انا عندي اكونت وعايز اخش بيه الاكونت، تمام. نقول له ساين ان، تمام. دخلنا على الاكونت بتاعنا، طبعا ده الاكونت التجريبي. طيب هنا هنشوف كده مع بعض نفس واجهه موقع كاستي ار ال، نفس واجهه لينكاوي. هنخش هنا يقول لك نيو شورتن لينك، هنا تحط اللينك اللي انت عايز تختصره، وليكن لينك قناه مستر بومتيك مثلا، ونقول له اختصر يا عم اللينك. هنقول له شورتن، هيقول لك تم اختصار اللينك بتاعك بنجاح. طيب هنا المانج لينكس، هنا تشوف كل اللينكات، ولو عايز تعمل هايد للينك هتلاقيه هنا، هايد يعني اخفاء، تمام. هنا ويز درو عشان لو عايز تسحب الاموال بتاعتك، هو اقل مبلغ السحب هو $3، وده ممتاز جدا جدا جدا. والسحب يومي بياخد 4 ايام، السحب يومي بياخد 4 ايام على الاكثر، كماكسيموم يعني بياخد 4 ايام، وافضل حاجه ان السحب يومي. التولز هنا لو عايز تستخدم كويك لينك، انك بس بتشيل هنا اللينك ده، بتحط اللينك بتاعك وبيتم اختصاره ماتش لينكر، عشان لو عايز تحط اكتر من لينك في لينك واحد ممكن توصل لحد 20 لينك. الفول بيج سكريبت، هنا بتاخد السكريبت ده وبتحطه في التخطيط عندك، او بتاخد السكريبت ده وبتحدد المواقع اللي انت عايز تختصرها، وبيتم اختصار المواقع كلها عن طريق موقع كوت ايرن. طبعا الحاجتين دول بتوع الووردبريس مالناش دعوه بيهم. هنا ريفرال، تمام، بيديك 20% عن كل ريفرال، بيديك 20% عن كل ريفرال، بتاخد 20% من ارباح كل ريفرال بيخش عن طريق رابط الريفرال بتاعك، وده رابط طبعا الريفرال بتاعك، وهنا بيديك اليوزر نيم والريفرال بتاعك، وبيديك كام ريفرال بالظبط. طيب الحاجه الاخيره دي طبعا بتاعت البيمنت. طيب السيتنج، البروفايل، اهم حاجه طبعا البروفايل اللي هنحط فيه اثبات، اللي هنحط فيه قصدي الدفع وكده. هنا تكتب اسمك الاول، اسمك الثاني، هنا العنوان، هنا العنوان برضو، هنا تكتب المدينه، وهنا تكتب برضو المدينه، هنا تزد اي بي كود، وهنا اللي هو الرمز البريد طبعا، وهنا تحط البلد، وهنا تكتب رقمك. طبعا كنا قلنا الحاجات دي كلها في كذا موقع قبل كده. هنا تختار طريقه الدفع، طريقه الدفع عندك باي بال وبيتكوين، تمام. طيب الباي بال والبيتكوين، ميزه البيتكوين طبعا ان سعرها بيزيد، فانت ممكن تختار البيتكوين تحط هنا محفظه البيتكوين، او تختار الباي بال وتحط هنا اكونت الباي بال وتقول له سبميت، وكده مبروك عليك كل حاجه كده، تمام. هنا السبورت عشان لو عايز تتكلم موقع،
وانصحك لو في اي مشكله معاك في الموقع انك تكلمهم على طول وهيرد عليك مباشره، بسبب ان الموقع الجديد تمام ترتيبه اليكسا 454,000، فالموقع الجديد فان شاء الله تلاقي الناس كلها شغاله تمام يعني في الموقع وهيرد عليك على طول. طيب ليه احنا بنشرح موقع زي ده؟ قلنا اهم حاجه هي ميزه الاي بي، ودي اللي الثغره اللي هنستخدمها النهارده، وتاني حاجه هي السي بي ام الممتاز جدا في الموقع ده طبعا، وتالت حاجه برضو ان السحب فوري في الموقع، السحب بتطلب السحب بيجي لك السحب على طول بعديها بعد كام ساعه لو الموقع طبعا مش عليه ضغط، وبيجي بعد يوم او يومين بالكثير لو الموقع عليه ضغط. انا وصلني السحب فيه يوم واحد على طول وصلني السحب. طيب ايه هي الاستراتيجيه وايه هي الحاجه اللي هنستخدمها؟ الحاجه انك هتخش على جوجل ترند، تمام هتخش على جوجل ترند، طيب ترند جوجل، طيب تمام هنخش نعمل ايه فيه؟ هتشوف الحاجه الترند اللي في جوجل، هتشوف الحاجه المشهوره في جوجل، تمام مثلا ايه هي حاجه زي ايه مشهوره؟ تشوف حاجه مشهوره في اليوتيوب، تخش مثلا على الترند بتاع اليوتيوب، مثلا هنا عندك الترند هو اهداف الاهلي، تمام الترند هنا اهداف الاهلي، ماتش الاهلي بتاع امبارح مثلا بيقول لك هنا الترند هو اهداف الاهلي، تعمل فيديو على اليوتيوب عن اهداف الاهلي وتحط في اللينك تحت الفيديو. على فكره يعني من الحاجات الحلوه جدا انك تستخدم لينكات اختصار رابط او ثغرات اختصار رابط في الكوره، طبعا كل اللي انت هتعمله انك مثلا هتاخد اهداف الاهلي بتاعت ماتش امبارح، الاهلي والقطن الكاميروني كان بيلعبوا امبارح، طيب تمام او مش امبارح عشان الفيديو ده مش عارف ينتشر امتى بالظبط، ولكن هيبقى يعني في الاسبوع ده ماتش الاهلي والقطن الكاميروني. طبعا انت تخش هنا هتشوف الحاجه المشهوره هنا او الحاجه هي اول حاجه هنا، وتاخد وتعمل عنها فيديو على اليوتيوب او تعمل عنها مقاله عندك في لو عندك موقع الكتروني. طيب تمام جدا، خلينا كده نركز مع بعض. جبنا مثلا اهداف الاهلي وليكن ده مثلا هو ده اهداف الاهلي، طيب هتخش هنا على اللينك ده وتقول له اعمل شورت للينك، هيديك اللينك ده هتقول له تمام، خش هنا على بيتلي، تمام تمام خليك مركز معايا، دخلنا على بيتلي وتقول له هنا بيست، مره ثانيه اقول له بيست، تقول له كوبي، هيقول لك كده تمام يا عم احنا كده عملنا ده، هتخش مره ثانيه على بيتلي هيديك اللينك ده مره ثانيه، هتقوم راجع له هنا وتقول له بيست، تقول له هنا كوبي، بعد كده ترجع تاني للموقع وتقول له اختصر لي بيتلي مره كمان لو سمحت، هيختصره لك وتقول له برده كوبي وترجع تختصره تاني بيتلي. كده انت عملت ايه؟ انت اختصرت الرابط 3 مرات. عارف يعني ايه اختصرت الرابط 3 مرات؟ يعني انت كسبت 3 اضعاف السي بي ام، على الاقل 3 اضعاف السي بي ام، تمام، اللي كان المفروض تاخده من شخص واحد فقط، بدل ما انت هتاخد 3 من 10 سنت او هتاخد حاجه زي كده، انت هتاخد 3 سنت او 2 سنت على الاقل من شخص واحد فقط. ده ممتاز جدا 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 يا جماعه في الموقع ده، هي دي الميزه اللي انا كسبت منها $5 من الموقع ده، والصراحه هي حاجه ممتازه جدا تقدر انت تستخدمها براحتك، وتقدر تقلب براحتك في الطريقه، وتقدر طبعا تستخدم الحاجات دي مثلا زي ما انت شايف عمرو جمال، شوف مثلا اهداف الاهلي زي ما انت شايف اهو، اهداف الاهلي والقط يعني عليها 2000 نتيجه بحث او 2000 واحد بيبحث، 50,000 واحد بيبحث عن كلمه الاهلي والقط، تعمل عنها فيديو، تعمل عنها حاجه، كل ده هو هيجيب لك مشاهدات كتير جدا 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 على اليوتيوب. جرب مش هتخسر حاجه، كل اللي هتعمله هتعمل فيديو على اليوتيوب، هتختار كلمه مفتاحيه او هتختار موضوع تستخدم فيه حاجه من الحاجات دي، زي ما انت شايف كل حاجه بتتكلم عن الاهلي والقطن الكاميروني هتستخدم كلمه الاهلي والقطن الكاميروني كعنوان وك نتائج اللي هو كتاجز وفي الوصف وكل حاجه عشان تقدر تستهدفها بشكل كامل، تجيب الاهداف بقى او تجيب اي لقطه من الماتش وتقول لهم الاهداف اسفل الفيديو والحاجات دي كلها، وابدع انت بقى وكل اللي انت عايزه اعمله. دي استراتيجيه رهيبه جدا جدا جدا، ناس كتير بتستقل بالاستراتيجيه دي، لكن عملناها في رمضان وكسبت منها $50 في رمضان، استراتيجيه رهيبه جدا 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 يا شباب، اتمنى انكم تستخدموها. على موقع كات ايرن لازم تستخدمها، على موقع كات ايرن هسيب لك اسفل الفيديو رابط تسجيل في موقع كات ايرن، ان شاء الله تستفيد من الموقع ده وتستفيد من ميزه تكرار الاي بي، لازم تعمل تكرار الاي بي، هسيب لك برده بيتلي ده اسفل الفيديو عشان تستخدم الطريقه دي. كان معكم مصطفى من قناه مستر بوبتيك، شفت الفيديو واشوفك ان شاء الله في فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.